طيب، الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. شلون؟ ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي تنطي احنا رواتب؟ نطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبه. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانة عشان تطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يومين نطلع 7,000 دينار، نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون، واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار، ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشة. هاي الفقر هم كذبة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نتحدث في بدايه هذه الحلقه حول الصراع على وزارتي الدفاع والداخليه، وهناك من يتحدث بان هذا الصراع يهدد الامن في العراق. طبعا الصراع السياسي في العراق خاصه على حقيبه الداخليه والدفاع لا يخفى على احد. الملف الامني الهش في البلاد، يعني وتقترب هذه الوزارتين من شهر كامل على خلوهما من وزير يقوم بإدارتهما، وتعملان حاليا من خلال القادة الميدانيين وبإشراف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الذي أعلن بأنه يديرهما بالوكالة لحين حسم الصراع على من يتولى منصب الوزير في كلتا الحقيبتين الأمنيتين الأخطر في العرب. مسؤول بارز في بغداد تحدث اليوم الثلاثاء مع صحيفة العربي الجديد إلى أن العمليات العسكرية والمهام الأمنية التي يطلع بها الجيش منذ نحو شهر تجري بشكل سلس وبلا أي تأثير، إلا أنها باتت غير مركزية، حيث يتولى قادة العمليات العسكرية في المحافظات مهام رسم الخطط وتنفيذ الحملات العسكرية لتعقب بقايا تنظيم داعش أو تطهير المناطق الصحراوية. رأى المسؤول بأن وزارة الداخلية بدت أكثر تضررا من الفراغ الحالي من نظيرتها وزارة الدفاع، إذ أن هناك إرباكا حقيقيا في الوزارة، هناك عدة وكلاء ومستشارين باتوا يتصرفون في كثير من الأحيان كما يقول دون العودة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي من المفترض أن يتولى الوزارة بالوكالة. أضاف هذا المسؤول كذلك بأن فراغ الوزارتين يشعر القيادات الأمنية والعسكرية بعدم الاستقرار، حيث اعتاد كل وزير جديد أن يجري عمليات نقل وإقالة واسعة في المؤسستين الأمنية والعسكرية. لفت إلى أن هذه المخاوف التي تسيطر على القيادات الأمنية انعكست على الملف الأمني بشكل واضح، ما تسبب بعودة أعمال العنف بعدد من المحافظات وتسجيل كذلك نشاط ملحوظ كما قال لخلايا داعش في البلاد. هذا الأمر حذر منه مراقبون من بقاء الفراغ الأمني داخل وزارتي الدفاع والداخلية وأهمية الإسراع بحسم المنصبين قبل أن يتأثر المشهد الأمني بشكل أكثر، هذا ما قالوه. كذلك مسؤولون في الحكومة وفي البرلمان حذروا من مغبة عدم حسم الخلاف بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية، واللتين تعدان أساس ضبط الملف الأمني في البلاد. عضو تحالف الإصلاح رياض العلي قال بأن الخلاف على حقيبتي الدفاع والداخلية يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، إذ أن الملف الأمني قائم على هاتين الحقيبتين. أكد بأن الحوارات السياسية لم تفضي بعد إلى توافق بشأن مرشحي الحقيبتين، وأنهما لن تحسما خلال الجلسة المقبلة أو الأسبوع المقبل. شدد على ضرورة أن تكون القيادات السياسية واعية لحجم المخاطر التي قد يتسبب بها الخلاف على الحقائب الأمنية، وأن تسرع بحسم خلافها بعيدا عن محاولات تحقيق مكاسب
خاصة. طبعا يشار إلى أن البلاد بدأت تشهد بعض أعمال العنف في عدد من المحافظات، الأمر الذي يؤشر إلى ضعف الإجراءات الأمنية في البلاد. هذا الأمر يعني أمر أنه بقاء وزارتي الداخلية والدفاع بدون وزير. هناك الكثير من يتحدث بأنه، خلونا نأخذ هذا الاتصال، محمد من بغداد معنا. تفضل محمد. يا هلا بك. تفضل. يا هلا بك يا أبو. هاي الشغلة ما بيها هذول، أنت كل من سووا انتخابات كشمال على الشعب. نعم. أمريكا داخلة بيها وغيرها داخلة بيها وإيران داخلة بيها. نعم. هاي الانتخابات يضحكون على الشعب، انتخبنا فلان انتخبنا فلان، كل شيء هاي عامة ناس هم بيديهم، الأحزاب هي بيديهم، يجيبون فلوس من برا، السعودية وإيران وتركيا ويشتروا مناصب. أكو شيء دولة، أكو شيء حكومة، ولا أكو شيء، الشعب ساكت وقاعد. أنا راح أجيب لي مبلغ، راح أشتري لي، أجيب شهادة من إيران وأجيب لي أكبر شهادة، راح أجيبها من إيران وأدخل الانتخابات وأدخل هذا الحزب، والحزب هو يسويني وزير. نعم. وأقوم أبيع بكيفي مناصب وأبيع أبيع دوائر وأبيع أشكال وألوان. ولا فلوس دعم من برا، انا عندي فلوس، انا مواطن عراقي، مين انا راح اشتري؟ ما عندي، وانا راسي هو قوه مكفيني. نعم. انا كله دعم من برا، هذا تخريب، تخريب للبلد العراقي، تخريب ابوي، هذا كله تخريب، والشعب نايم، تخريب. السعوديه تخربينا، ايران تخربينا، تركيا تخربينا، هذول يجيبون داعش، هذول يجيبون قاعده، هذول يجيبون مفخخات، من الشعب عنده مفخخه؟ من هذا المبلغ الطاح الكبير يجي مفخخ سيارة آخر مدير؟ نعم. مفخخ يذبح الشعب، فجروا تكريت وغير تكريت. ليش فجروا تكريت؟ شكو تكريت؟ أنت برأيك هذا يعني التأخير، نعم التأخير لغاية الآن، كل حكومة تجي كل أربع سنوات دائما يصير تأخير على وزارتي الدفاع والداخلية. يعني نتذكر احنا تقريبا نور المالكي، نور المالكي سنة كاملة هو يدير هذه الوزارات الأمنية، دفاع وداخلية ومخابرات وإلى آخره، كلها بالوكالة. أنت تعتقد تعتقد هذا الصراع، تعتقد هذا الصراع على هاي الوزارتين صراع من أجل المادة أم صراع من أجل النفوذ؟ أستاذ المالكي كان تنظيم بغداد حزب الدعوة من زمن ذاك الوقت، صار 40-50 سنة هو مسؤول جناح العسكري، هذا من كان سوريا، من كان ذاك الجعفري، تنظيم إيران، الجناح العسكري الايراني حزب الدعوه. نعم. هي امريكا سوتهم وجابتهم، هاي وين؟ هذا ماضي قديم. نعم. وهذول مو حزب الدعوه، صحيح حزب الدعوه كلهم انا شفت اشوفهم بالسجون، راحوا من عدمه وماتوا، وهذول كلهم كلاوات ايش جابوهم؟ الاصليين راحوا ما يقبلون هاي الشغلات هاي كلها. هذا الحزب شكلوه وماتوا وراحوا وكلهم من عدمه، هذول كلهم جموا كلاوات جابتهم ايران وجابتهم امريكا وجابتهم احزاب برا مو هنا، سياسيين برا جابتهم، ذولا كلاوات الحزب الدعوه راحوا انعدموا يوم البارحه، كلهم راحوا شباب كبار وعلماء بيهم كانوا، وكلهم انعدموا وراحوا، هذول كلهم كلاوات، هذول جايين تخريب، دخلوا بحزب الدعوه ودخلوا فلان وفلان شي وفلان شي، كلهم كذابين جايين يخربون بالبلد، يبوقون به وخربوه، لا صناعه لا زراعه، نعم كل شيء ماكو، لا مي ما ظلت لا كهرباء، والشعب هذا قاعد وساكت، ما قاعد يتحرك، ما ادري ايش فيه، قاعد وساكت، يتحرك قوم بس البصره تقوم، هاي النار كلها كل ما قامت كبخوها، كل ما قامت كبخوها، الرمادي قام كبخوه، هذا كبخوه، ما قاعد يقوم الشعب كله، لا يقوم الشعب كله، يتدون كلهم ينزلون، عندهم جسر مسوي جو الجسر المعلق مال الخضراء، من هناك ينزلون على الكراده، ينزلون في مره من صارت الهوته من هزموا كل شيء، هناك مو سيارات مسوي شارع ترابي ومن هزموا فيه. نعم. هذول كلهم كلاوات، هذول مو سياسيين، سنه وشيعه كلهم عملاء. كلهم عملاء. نعم. ناس السعوديه، ناس الايران، ناس تركيا، عملاء يشترون على الشعب. هم فلوس من الشعب يبوقوه، ومن هناك هم يطلبون فلوس. مش ترى مصيبه حكيين، فلوس فلوس كلها فلوس. نعم. والشعب ساكت. والشعب كل شيء معكم. نعم. يشتروا طماطم، يشتروا باذنجان. يستورد شغلات يعني. نعم. يستورد غاز، هو الغاز ذاك اللي ينفس بالرمادي وبالبصرة. أنا أشكرك محمد بن بغداد كان معنا. يقول أبو عمار في رسالة حول هذا الموضوع، يقول السلام عليكم أستاذ عمر، كل المرشحين إلى وزارتي الدفاع والداخلية ليس لديهم خبرة في تلك الوزارتين، وإنما هم لصوص يرغبون لتولي
الوزارتين بسبب وجود فساد وشراء أسلحة وإطلاق سراح المجرمين واستلام مبالغ، والدولة معتمدة على الحشد والميليشيات. تحياتي لقناتكم الموقرة. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم أخي عمر، البرلمان شو مسوي؟ كل اجتماعاته لغرض مصلحته الخاصة في خصوص رواتبه ومخصصاته التقاعدية، وثانيا عندهم كلش كبير، يعني كثرة. ها، يقول إنه عددهم كلش هواية أو كبير، يعني كثرة بلا فائدة، وإحنا جايبيهم يخدمونا لو نخدمهم. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أبو أحمد. حياك الله. نعم، يا أهلا وسهلا بك. هذا الصراع على وزارة الداخلية والدفاع، احنا كل 4 سنوات تتأخر خاصة هاي الوزارتين، وتخضع حالها حال بقية الوزارات للمحاصصة الطائفية والمحاصصة السياسية. من العام 2003 لغاية الآن ما شفنا وزير كفو أدار الوزارة بشكل صحيح، خفف من عبء يعني معاناة المواطنين من سيطرات، يعني المؤشر الأمني من ناحية تدهور الوضع الأمني في العراق انخفض. كل 4 سنوات يجينا وزير يثبت فشله مع الأسف. شنو رأيك بهذا الموضوع أستاذ عمر؟ بالنسبة لهذه الحكومة، هم جاي يقول لك احنا فشلنا بالعملية السياسية فشل الذريعة. نعم. ومش عام الجمهوري يقول كليتنا حرامية وسراق. نعم. هذول الله ذبهم على هاي الشغلات، البوغ والنهيب وميليشيات وجيش نظامي. ماكو عندنا، لو عندنا جيش نظامي ما يصير بينا يجي. واحنا هاي القيادات الأمنية أكثريتها دمج ما يعرفون شلون يخلون وزير دفاع هو مدني ولا هو داخل كلية عسكرية ولا هو عنده رتبة عسكرية، شلون يقول بلد وشلون يقول هذا رئيس وزراء، أما هذا يقول وزير دفاع، أما يقول وزير داخلية، أما هم كلهم ما مهنيين يا أخي، ما دارسين. المهنية تعيد مكانها، أنت شو ما بيقول بالمكان المناسب. إن إحنا إذا ما يرجعون قادتنا الأولين اللي خدموا البلد ودافعوا عن العراق وداخلين كليات عسكرية ودارسين، هؤلاء اللي يقودون البلد، مو هذول يا أخي كلهم لابسين مدني وما يعرفون يديرون بلد شلون يديرونه، لا من الإدارة مالة الجيش ولا بالشرطة، ما يعرف يديرون بلد نهائيا. نعم. هذول ما يفتهمون كل شيء يا أخي، هذول الله سلطهم علينا غضب، فعنده غضب، هو هذا الغضب. هي الراد تكاتف من جميع الشعب العراقي، يعني يحررون نفسهم بأنفسهم. نعم. واحنا الناشد الأمة العربية والجامعة العربية ولجنة حقوق الإنسان الدولية، هذه الناس المعتقلين الأبرياء من عليهم هاي سنين لا ينطون عصيهم يطلعون الناس، لا يقدمون الناس معاكم يطلعونهم. يا أخي أجرمهم بحق الشعب العراقي كلهم الجميع حرب الساعد. نعم. أنا أشكرك. حكومة تجينا حكومة شرذية عراقية تجي تكون هذا البلد. نعم. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا. رسالة أخرى يقول فيها: يقول هذا العامري محمل الشعب منية حول الحصة والتعليم ببلاش، وينها هي الحصة؟ وين المدارس؟ شو كلها كرفانات وطينية والطلاب بالقاع قاعدين حتى قرطاسية وكتب ماكو، الله لا يرضى عليكم كما يقول. معنا اتصال محمد بن أربيل، تفضل محمد. أني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يخلينا قناة الرافدين. حياك الله يا حبيبي. وحيي الكادر الإذاعي، والله يحفظكم ومن كل قلبي. عيني. شكرا جزيلا. حبيبي تقبل أنت خريج كلية معدل ماله 96 عبقري، خريج نفط عمليات نفطية أو كلية الحقوق أو سياسة أو أي 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 صنف يعني بالكلية، يكون صانع شايشي أو حمالي يجلس عربانة. أكو هسه بغداد وبربيل عربانة حمال يقول شو سوي ماكو تعيين، يعني ليش كليات، ليش فاتحين كليات؟ خلي عزوها الكليات، ماكو داعي لعدة الكليات، نبقى بدون كليات. نعم.
يعني يجوز هي هاي يجوز يعني هذا ببلدنا العراق احنا خريج كليه يصير حمال لو يبيع شاي لو يبيع كذا ولا هو شرف الشاي شي. يعني انا ما جاي اقول يعني شغله شرف ويبيع شاي ما بيجي لا. والحمال هم شرف يعني حمال يقضي إيه بس كل من ياخذ اختصاصه يشيل غلط نعم فلما خريج الكليه لازم يكون في موقع ماله مثلا نعم. مهندس عمليات نفطيه عبقري 96 معدل ماله نعم يتعين صانع مال شاي شي تقبل يعني انت وظيفه ماكو نعم محمد انت خريج لو تتكلم عن احد اقربائك ما عندي شهاده انا متوسط رجل نعم. كبير عمري 80 سنه الله يعطيك الصحه والعافيه ابنك خريج نفط ها بس اسمعني من التلفون التلفزيون نصي الله يخليك ابن عندك احد من اولادك خريج؟ اي عندي واي عندي اثنين عندي ثلاثه عندي نعم ما متعينين لو خريج متعينين خريج حقوق خريج حقوق نعم ما متعين خريج حقوق متعين صار له كم سنه؟ وخانقين هو والله ما صار له سنتين من الجهاد وهذا تعين صار له سنه ابو العمليات النفطيه نعم يعني شاي شي يبيع شاي ما يهم يعني شرف الشاي يبيع نعم. شاي شرف ما بيها شيء مو عيب نعم مو عيب على الشاشه مو عيب يعني ما اقول عيب بس مو غير يكون في محله عمليات نفطيه معدل ماله 96 نعم يصير يعني خلي شويه خلي فالضمير يا بدل الحكومه هسه الحاليه الموجوده احنا عينهم الامريكان ايرانيين المهم رفاه وديمقراطيه وحريه ما يهم وين يجون خلي يجون اهم شيء الامان والاستقرار والرباط ولا اكثر نعم وكليتنا مثل ما يقول الله يرحمه هذا بقته صدام راح صدام هو دمرنا عندما بس قال كليتنا تحت العلم العراقي فهسه احنا كليتنا لازم نكون تحت العلم العراقي نعم يعني ولو ما عم بتحط صدام هم ابانه نعم بس الرجل عنده كلمات جميله حلوه لازم احنا كليتنا نكون نخدم الوطن مهما كانت مذاهبنا ومهما كانت قومياتنا كليتنا بلد واحد احنا اخوه نعم يتخرج من الكليه مهندس عمليات نفطيه يكون في محله بالضبط انا لو عندنا فلوس هسه كم مليون اخلي الامارات راسا يعينوا بالامارات بالكويت بالامارات راسا يعينوا يشوفون نعم. الشهاده مالته والمعدل ماله 96 راسا يتعين نعم الله يفرج عن الجميع ويوفق الجميع أنا أشكرك محمد من أربيل كان معنا خطاب من الرمادي تفضل خطاب بفضلك السلام عليكم حياك الله يا أهلا بيك أهلا وسهلا بيك شنو رأيك بالصراع لك يا ولي. الصراع على الوزارتين على الوزارات وخاصة الداخلية والدفاع نعم تحياتنا لك ولكن حياك الله يا أهلا بيك أهلا وسهلا بيك أستاذ عمر هذا الصراع بلا شك يعني هو مستمر لأنه الصراع دائما يكون يعني بين الذين يطمحون إلى المناصب وإلى المكاسب وإلى المغانم أما الإنسان الذي يخشى الله ويخاف من هذا الحد الثقيل فلا لا لا يتسارع إلى المنصب يعني بتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة نعم. يعني ليس بالهين أن يتولى إنسان أمور المسلمين اما هؤلاء يدفعون الرشاوه بالملايين حتى يحصلوا اضعاف مضاعفه عن طريق سرقه الشعب العراقي مقابل هاي الاموال اللي دفعوها وصدق رسول الله قال من علامات الساعه ان تكون الامانه مغنما والزكاه مغرما يعني الامانه المنصب يكون غنيمه يعني يستفيد منه هو واقربائه ومن 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 معه لا ينظر إليها أنها أمانة وأنها تكلفة والله سبحانه وتعالى ذكر قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا فهؤلاء مثال على الظلم ومثال على الجهل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أستاذ عمر يعني إحنا نتكلم عن وزارة الداخلية والدفاع بالله عليك يعني قبل قليل دا أقرأ تصريح هذا المجوسي السفير المجوس في العراق إرج مسجدي نعم. قال على الشعب العراقي أن يواجه عواقب وخيمة إذا رضخ المطالب الأمريكية نعم. بوقف التعامل مع إيران أو استيراد الغاز من إيران بالله عليك أي وزارة الداخلية بقيت أي وزارة الدفاع يعني 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 إحنا لا نغلط أنفسنا يعني الشعب العراقي مقتنع تمام الاقتناع أنه يقاد من قبل إيران العراق الآن محتل من قبل المجوس
المجوس يطالبون ثارات تاريخيه، كيف دخل الاسلام وكيف انتصر عليهم سيدنا عمر، الان يريدون من هذا الشعب ان يدفع الثمن طيله هذه. يعني حتى شعاراتهم ترى يا لثارات الحسين، هذه يعني يا لثارات العرب، اختصاركم من العرب. زين استاذ عمر بنفس العباره، حينما قال اسلام سوف اخذ نفط العراق، قال له كيف تاخذ نفط العراق وهذه الدوله ذات سياده؟ بنفس العباره قال له ليس هنالك دوله، انما هم يعني اقول لك اياها بالانجليزي بانش اوف 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 لوزرز، قال او 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 ثيفز، قال له مجموعه من الحراميه. نفس العباره ترامب ذكر للصحفي. زين استاذ، يا استاذ العزيز، البارحه نتكلم عن عركه بين حمايه الهميم وبين حمايه الحلبوسي وابو حنيفه، يعني تاخذ هيك عقليات انه جايين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، عارف حمايه هذا وحمايه هذا. هذا الغراوي اللي قتل البارحه او البارحه بالبصره، وين وزاره الداخليه عنه؟ انتم على قناتكم الموقره يوميا تذكرون وجود جثث مجهوله الهويه في بغداد، اين وزاره الداخليه؟ ثم حتى لو نصبوا سليم الجبوري على الدفاع، ماذا يفهم هذا السعلوك من الدفاع؟ هذا عمره ما لازم له بندقيه كلاشينكوف يجي يقود. فاذا هي عباره عن ضحوك استاذ عمر، عباره عن مهزلة سوداء، كما كوميديا سوداء تجري في الشعب العراقي وضحيتها هذا الشعب المسكين. أختم كلامي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غيره أهله فترقب الساعة. بعض العلماء فسر هذا الحديث قال ليس الساعة القيامة، وإنما ساعة ذلك الشيء الذي يتولاه ذلك الفاشل. فهؤلاء أقاموا ساعة العراق وعجلوا بها ودمروا البلد لأنهم ليسوا أهلا لحكم العراق. وجزاك الله ألف خير أخي عمر وبارك الله. شكرا خطاب من الرمادي كان معنا. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر حياك الله، يا هلا بك. تحيه يا عمر خاصه، تحيه للقناه، تحيه كادر القناه، تحيه للاخوان المتصلين، شكرا لك خطاب ومن الانبار العزيزه هي واهلها. حياك الله. والاخوان كلهم بدون استثناء. بالنسبة لوزارة الداخلية والدفاع، تتكلمون يا أستاذ عمر عن وزارة الدفاع والداخلية صح؟ نعم. بالنسبة هي من 2003 هم العيد لم ما غير أسماء مسمية، أنت لا تعتبرهم وزراء مثل قاسم العرجي ومثلا، فالبلد هو محتل تحت احتلال. ما دام صور هذا، مع احترامي لك وللغلاء، صور هذا ابن العاهرة الخميني في بغداد، لن يجينا العراق إلا بزواله وزوال أذنابه العراق المجوس. وتحيي لك وتحيي للشعب العراقي، بس احنا نعتب على الشعب العراقي، لماذا نايم الشعب العراقي؟ ايش ينتظر بس؟ والله الشعب العراقي كل ما يقوم يطلعوه لو ارهابيين لو بعثيه لو دواعش ويقمعوه مثل ما نشوف. والله صحيح يا استاذ عمر، صحيح. شوف جرايمهم بالبصره، وهم ما يستثمرون اي طيب، هم هدفهم تدمير العراق كامل. وإيران وأمريكا هم حلفاء حد منطقة أفغانستان، مرورا بالعراق، العراق هو جمجمة العرب، ومرورا بسوريا وباليمن، ولكن إن شاء الله النصر آتي إن شاء الله. وتحية لك. شكرا أبو فيصل من السعودية كان معنا. يقول السلام عليكم، أمريكا وأعوانها في العملية السياسية تعتمد استهداف وتدمير المواطن العراقي، والمجتمع الدولي يعلم كل هذه الجرائم ولا يتحرك. سعد من السعودية.
كذلك صراع حول وزارتي الداخلية والدفاع، تحدث عن هذا الموضوع، صراع متكرر كل 4 سنوات وهو على المناصب في البرلمان. يعني هناك عندنا هيئات في البرلمان يتم الصراع عليها، شبهات طبعا صفقات مالية تحوم حول توزيع المناصب في العراق، على الرغم من نفي زعامات سياسية بشكل متكرر اتهامات بدخول العامل المادي في توافقات الكتل والزعامات على تسمية المناصب الحكومية أو رؤساء اللجان في البرلمان، إلا أن مسؤولين حكوميين في بغداد فضلا عن أعضاء في البرلمان يؤكدون ذلك، وبشكل اتسع أخيرا ليشمل صفقات بملايين الدولارات على المناصب الوزارية أو البرلمانية، معتبرين أن الانسحاب السابق لبعض أعضاء البرلمان الفائزين بالانتخابات لصالح آخرين خسروا كان مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين دولار. هذا اليوم طبعا المسؤول في الدائرة القانونية في البرلمان كشف عن وجود محاولات استحواذ على رئاسة بعض اللجان المهمة في البرلمان من خلال هدايا ومبالغ مالية كبيرة يقودها بعض النواب البارزين. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. أستاذ عمر أهلا وسهلا بك، حيا لحضرتك. حياك الله يا أهلا بك الرافدين. يا أهلا وسهلا أستاذ عمر. أنا أقول بس خلي الشعب العراقي يشوف شلون الكتل هاي المجرمة تتصارع على أهم منصبين للحكومة، نعم، هي وزارة الداخلية والدفاع. يعني هذه العامري مصر على ترشيح صالح الفياض ومقتدى يعارض، وغير كتلة ترشح سليم الجبوري وبنفس الوقت يعارض مقتدى، والكل يعرف بين الاثنين مجرمين وفاسدين. وترشيح صالح الفياض طبعا بأمر من إيران، والكل يعرف شلون تنباع الوزارات، يعني اللي عنده أكثر يدفع ويستلم وزارة، والوزارتين طبعا ينخر بيها الفساد بكل مفاصلها. بعدين أنا بس أريد أسأل، يعني شنو اللي قدمته وزارة الداخلية من 2003 إلى هسه؟ أشو أكثر ضباط الداخلية هم ما يحملون شهادات ولا داخلين كلية الشرطة؟ وتصور يعني أستاذ الفاضل واحد مواليد 2003 من بيت العلاق يحمل رتبة عقيد، يعني شوف شلون وصل الاستهزاء بالرتب العسكرية ورتب الشرطة. وكل اللي قامت به يعني وزارة الداخلية هو قمع المواطنين واعتقالهم وصفافهم من الجانب الميليشيات، وخلي أي واحد هسه يراجع أي مركز شرطة بالعراق الأبسط شغلة ويشوف شلون يستغلوا الضباط ويجبروا أن يدفع رشاوي على أبسط شغلة يروح لها. هي اللي هاي يسموها قوات أمنية، يعني أنا أتساءل أقول تقدر تسيطر على نزاع بين عشيرتين؟ وربك ورب الكعبة يشوفون النزاع ويتفرجون وبعدين ينسحبون. وتصور يعني ناطق باسم وزارة الداخلية اللي هو سعد معن، يعني شنو هالفوضى هاي كل 3 أشهر يضيفوا له نجمة هو عمره بالثلاثينات ويحمل رتبة لواء، وبعد شهرين احتمال يحمل رتبة فريق أول. بعدين وين وزارة الدفاع؟ وين ضباطهم؟ أشوف أول هجمة من الدواعش لبسوا ملابس نسوان وانهزموا وسلبوا محافظات بأكملها. مو كل اللي سووه يعني هو الحكومة، يعني كل اللي سوته هو إعفاهم من مناصبهم وطلعوا قسم من عندهم على التقاعد ودا يتنعمون بالملايين والمحافظات تدمرت. أي وزير داخلية أو دفاع من 2003 إلى هسه استلم وهو يحمل شهادة وداخل كلية عسكرية أو كلية الشرطة، يجيبوا لك وين ماكو واحد عميل وفاسد ويسلموا أهم وزارة جيش العراق؟ ما بي ضباط أستاذ عمر، ما بي ضباط حقيقيين وأركان وشرفاء؟ بعدين هو منو فالح الفياض وسليم الجبوري حتى يستلمون أهم وزارتين بالحكومة؟ أشو الكل يعرفون بيهم هم فاسدين ومجرمين. سليم الجبوري ما اكتفى من السرقة من كان رئيس البرلمان، وفالح الفياض وجماعته مثل هادي العامري طبعا يردون يرضون إيران حتى تنتقم من الشعب، وخصوصا اللي يعارضون تدخل إيران بالعراق. والله يا أستاذ عمر إذا العراق بقى على هاي الحالة يعني انتهى وما تقوم لقائمة، نعم، إلا إذا يعني يدور الشعب بدأ يدمر الفاضي. نعم أبو ناصر، يعني هاي الأحزاب اللي لزمت الحكم بالعراق يعني ما عندها ولا واحد معدل، واحد مرتب يلزم وزارة، يعني ولا وزير، خاصة هالوزارات الداخلية ودفاع الخارجية المالية،
ما حقق أي خطوة إيجابية لصالح البلد لصالح الشعب. معقولة هاي الأحزاب صار لها 40 سنة ما أدري قد خارج العراق ما عندها يعني كفاءات؟ معقولة؟ أستاذ عمر هم موجودين لكنه الأحزاب ما تريدهم، الأحزاب تريد اللي يفيدها واللي يفيد إيران. أكو بيهم قسم يعارضون تدخل إيران بالعراق لكن هذولا ما يفيدون هاي الأحزاب، وأكو مستقلين يعني ماكو مستقلين ضباط شرفاء وكفاءات ويحملون رتب عليا وداخلين كليات عسكرية وكلية شرطة وأركان. ليش ماكو بالعراق لو بس هذول اللي موجودين بالأحزاب؟ وين راحوا الضباط الشرفاء اللي يحملون رتب عسكرية حقيقية مدمج؟ وين راحوا؟ لكن هذول كلهم أستاذ عمر ما يفيدون هاي الأحزاب، لأنه هذا الشخص إذا يجي ويستلم منصب مهم مثل منصب وزير داخلية أو وزير دفاع، هذا راح يصير ضد إيران وضد مصالحهم وضد مصالح هاي الأحزاب اللي سلطت على رقابنا. يعني ما بيها يا أستاذ عمر، ما بيها إذا ما يقوم الشعب بثورة ضد هذولة. إلى متى نبقى ننتظر إحنا يوميا يجيبوننا واحد فاسد مجرم ينتهك كل حقوق الشعب وما يهم أي شيء غير بس مصلحته ومصلحة الدولة اللي هو تابع لها واللي هو يعرف كل زين هاي من هي الدولة. الشعب إذا ما يقوم بثورة ضد هذولة ما راح تقوم لقائمة أستاذ عمر، والشعب والصلاة على محمد ساكت ولا مهتم، المهم يطلع بس يلطم ويزحف ويطبر وكل شيء ما مهتم، وبعدين يطلع لي ورا فترة وصاحي هات من الذلة يا بيا ذلة بعد أكثر من هالذلة الله يخليك. مو كافي والله تعبنا وتعب الشعب كله والناس كلها تبهذلت والناس كلها تدمرت. نعم كافي يعني إلى متى؟ أنا أشكرك أشكرك أبو ناصر من تركيا. كان معنا اتصال أيوب من هولندا، تفضل أيوب. أخ عمر. نعم تفضل. طبعا أنا أحييكم وحي قناتكم. حياك الله يا هلا بك. الله، وأشكر الأخ المتصل أبو ناصر هذا الرجل الطيب. نعم أخي العزيز، بالنسبة اليوم الصراع على وزارة الدفاع والداخلية، أخي هذا الفياض تابع للأحزاب أو سليم الجبوري، كلهم هذول الناس حرامية، كل واحد يريد يقضي الأربع سنوات. نعم. يسرق سرقة مضبوطة ويعوف الشعب حيشاك، يقول لك الشعب إيش ينجاز بأمره. فأخي العزيز بالنسبة للأحزاب هم عندهم قانون، الشخص الفاسد واللي يخضع لأوامرهم هذا 100% يريدونه، ما يهم مصلحة الشعب. قبل فترة من الفترات انتبهت على شخص بالفيسبوك هو كان يلقي كلام على مود الأحزاب، قال أنا كنت معارض ضد النظام السابق فرحت على إيران، فأحد القادة الإيرانيين قال لي تعال ويانا وننطيك متفجرات حتى تضعها في العراق. قال أنا قلت أوافق وانضم لحزبكم. قال له وين تريد يعني بالضبط؟ قال أنا ببالي يعني على الجسور حتى اقطع الجسور على الجيش العراقي لا يهجم. قال له لا، قال له تروح تضعها في منتزهات التجمع العراقي في البصرة، يعني من هذاك الوقت. فقال أنا رفضت، يعني يلقي نبذة عن القتلة الفرس المجوز، يريدون يقتلون الشعب العراقي. فأخي العزيز والله يا رجل، والله إذا ما تكون ثورة يقوم الشعب إلا والله العظيم هذا يعني من أسوأ إلى أسوأ. فيا أخي العزيز والله العظيم الوضع ما يتغير إذا ما الشعب العراقي يعني هب رجل واحد. فأخي العزيز هذول كلهم مفسدين والله يا أخي، كلهم سراق والله العظيم، يعني المادة غسلت أدمغتهم أخي، يعني كل تفكيرهم مقتلهم ومقتلهم على المادة صارت، ما يهم الشعب إلى الهاوية، البلد إلى الهاوية. فوالله العظيم يا أخي كل إنسان عيج يأخذ منصب يفكر بمصلحته الشخصية فقط وليس مصلحة الشعب. فيا أخي والله العظيم أرجو من الشعب العراقي والله العظيم والله العظيم إذا ما تكون ثورة مسلحة وليس سلمية مع هذول الأوباش المجرمين القتلة بالحكومة المزعومة الأصابتية هذول التبعية قاسم سليماني وغيرهم. يا أخي العزيز صور خميني هذا الملحد بالعراق تنشر ودماء الشهداء الطاهرة اللي راحت بحرب إيران، بالله عليك خلون صورة خميني يرفعوها بالعراق يا أخي إلى متى؟ أنا أشكرك أبو أيوب من هولندا. كان معنا حامد من بغداد، تفضل حامد. حامد اترك التلفزيون الله يخليك، نصيه اسمعني من التلفون. الله يسعدك حياك الله يا أهلا بك. نص التلفزيون للأخير.
اقول لك استاذ حامد، انا متصل اول مره اتصل بيك. نعم بس ما يخالف، انا اتصل بيك اول مره. تمام نص التلفزيون نصي ما ادري افتهم عليك. ما يخالف انا اتصل بيك اول مره. بس نعم. ما دمر البلد هذا مالك ومالي غير صدام حسين، وروح الله وياك. ماشي وبعدين كمل، ما بيش يلا كمل احكي. وليش رحت كمل علي ايش رحت؟ يعني شنو انت عبالك احنا مثلا يعني هسه مثلا راح ازعل على حكيك؟ انه انت اطرايك، بالعكس تفضل اطرايك وقول وتكلم بكل 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 حريه راي، ما بيها شيء. صدام حسين راح صار له 15 سنه دول مثلنا بدت ويانا، روح شوف شلون صارت. واحنا رجعنا النوب 100 سنه اللي ورا. هسه صدام راح بسلبياته وبايجابياته راح. زين هسه احنا دول اللي يحكمونا. زين تعال ايش خايف معلل التلفزيون حتى تسجل؟ يعني عادي صوتك مسموع وراح يطلع الهواء وينعاد بالبرنامج اكثر من مره. نص التلفزيون، ماكو شيء خوفك، اطر رايك بكل وضوح بكل اريحيه، ما بها اي شيء. ما دام ما تتجاوز هذا رايك يخصك، ما بها شيء. طبعا كل نظام له سلبيات والى ايجابيات، بس طبعا الجماعه الموجودين هسه ذولا قاعده شاذه ما عندهم اي ايجابيه، بس لهم طبعا. معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تحية لحضرتك إلى قناتكم إلى كل عراق الشريف. أهلا وسهلا. بس الظاهر إن الشرفاء ترى كله صارين بالعراق. أنا أريد أرد على هذا الشخص. صدام حسين سوى رجال، هو خلى وحدة وطنية تسعى لتحقيق وحدة العراق وسيادة العراق، وحتى إلى كان إلها رنة في الدول العربية والدول العالمية. نعم. الآن التاريخ يشهد، إحنا كعراقيين مع الاعتذار للشرفاء، إحنا كعراقيين التاريخ يشهد على أن الأكثر العراقيين هم من زمن الحجاج ومن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن زمن الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية يراد لهم قوة، يراد لهم حزن، يراد لهم قائد يشدهم، لأنه إحنا نفوسنا ضعيفة. الحجاج ابن يوسف الثقفي عندما حارب النبتاء إلى العراق قام بعملية حصد رؤوس اللي خارجين عن القانون، وإحنا نفس الحالة. الإمام علي كرم الله وجهه وأرضاه عليه السلام إنه عندما كان في العراق يعني بحث سياسة العراقيين إلى الإمام علي بحث كره الإمام بالعراقيين والعراقيين كرهوا بالإمام. لا يقولون احنا نحب اهل البيت واحنا نحب الحسين ونحب الامام علي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر الامام علي وبشر الحسن والحسين بانهم سيقتلون من ارض الناس اللي موجودين. نعم ماشي ام عبد الله. ام عبد الله حتى ما ندخل في هذا السجال، كل من الى رايه، احنا كنا نود انه يكمل فكرته الرجل. احنا تحدثنا اليوم اكو صراع، هذا الصراع يعني نعيد ونكرر كل 4 سنوات يصير على الوزارات المهمة في العراق. أنت برأيك هذا الصراع من أجل النفوذ لو من أجل بأنه هذه الوزارات تجيب فلوس تجيب وارد للمسؤول، لو الاثنين مع بعض؟ أستاذ إيش الوضع؟ يعني الوضع صار يعني أصلا 15 سنة أنه إيران هي مسيطرة وأمريكا هي مطيع الطبع الأخضر، فالوزارات الاعتيادية هي ديكورات انه راح ياخذوها اي شخص واحد او عن طريق اي الحكومة او عن طريق يعني بس الوزارات الدفاع والمالية والنفط والداخلية هذه وزارات مهمة. ليش؟ لان ايران هسه راح تدخل العقوبات، دخلت العقوبات عليها من قبل امريكا، فهي شلون تريد تحصل من هذا العراق؟ لانه كل واردتها راح تتوقف، ما عندها منفذ الى العراق، فلازم انه تسيطر على هذه وسيادتها على هذه الوزارات. ف يعني اعتيادي وزاره النفط لازم انه بيد ايران اللي تتدخل، بوزاره الدفاع نفس الحاله، وزاره الداخليه نفس الحاله. نعم. اصلا وزاره الداخليه
يعني هي تسيرها الحرس الثوري الإيراني، والاستخبارات الداخلية هي تحركها الاستخبارات الإيرانية. فشبوكة احنا ترى احنا شماعة، يعني نعم. احنا ما عندنا رأي العراقيين، شكم يا عراقيين بس. نعم عبد الله، أنا أشكرك أم عبد الله، كانت معنا من بغداد. معنا اتصال سليمة من النجف، تفضلي سليمة. سليمة انقطع الاتصال مع سليمة من النجف. سعيد العذاري من النجف يقول ينبغي عدم لوم الشعب، لأن 95% مسالمون يريدون أن يعيشوا بسلام وأمان، يبقى 5% أو أقل هم ناشطون وطنيون كانوا أم فاسدين. والأمر الآخر بأن ليس كل حزب مستفيد، بل بعض القادة والمقربين منهم. أبو ياسين معنا اتصال من بغداد، تفضل أبو ياسين. أبو ياسين تسمعني؟ حياتي لك. حياك الله يا أهلا بك أخي. هاي الصراعات هاي كلها هاي تأخير تقدم العراق. نعم. وفتح كل فترة وطلعوا للناس من داعش والثروة السمكية وغيرها وغيرها والإرهابية، هذا شنو هدفهم؟ أن العراق ما يوصل إلى مرحلة عالية، يعني مرحلة إيجابية. هاي كله جاي إلى هون بالشعب، بالشعب العراقي. طلعوا مال داعش، خلوا الشعب العراقي كله يسولف بداعش، طلعوا غيرها مال إرهابية ومال البعثية. هذا شنو هذا تأخير تقدم العراق؟ هاي متفقين عليها أمريكا وإسرائيل وإيران، ما يريدون العراق يوصل إلى مرحلة زينة، يريدون يراوح بمكانه. وأنا أشكرك أخويا. شكرا شكرا أبو ياسين من بغداد. معنا اتصال عبد الرحمن من السليمانية، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك والقناة الرافدية. حياك الله يا أهلا بك أخي العزيز. هو من 2003 يعني شنو قيمة وزارة الداخلية والدفاع إذا صار وزير بالوكالة أو وزارة رسمية؟ يعني ما قيمة وزارة يعني منتسبين هي يبثون ببناء شعبهم ويذبون على المزابل؟ شنو قيمتها يعني؟ ولا صار بالوكالة أو يعني أنت يعني تصدق اكتشافه صار 40 سنة يقاتل في الشعب ويجي يسوي أمن ودفاع للبلد أخي العزيز؟ ما يعني هاي هي الشيء اللي شفناها من صغار هذا القاسم الأعرجي وغيرهم، ما لبس منهم شيء يعني يوفر أمن للمواطن. كنا بزمن صدام حسين، هسه هذا الأفندي اللي يطلع هسه يقول بدأ سبب الخراب من وراء صدام حسين. وكان جمع صدام حسين حادثة مثل كان 12 ساعة و 15 ساعة ينكشفون الجنات، وما كانت أقوى لا انترنت ولا كانت أقوى أجهزة متطورة ولا موبايلات. خلال 12 ساعة و 15 ساعة ينكشف الجاني وتظهر الجريمة على حقيقتها. أنتم هسه جهتكم الأمنية جاي تقتل بالمواطن وتدب الشارع ليل النهار. يعني هسه شلون أنتم وكم أنتم تقولون لو صيرون بندر صدام بريدة صدام حسين ما تصيرون أنتم؟ جايكم على صدام حسين والنظام. شكرا لك اخي العزيز. شكرا عبد الرحمن من السليمانية، كان معنا. سليمة من النجف عاولت الاتصال بنا، تفضلي سليمة. ألو. تفضلي اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. انا قريت على هذا الولد الخابر. نعم. زين هذا اللي حكى هذا الحكي متوهم. احنا هسه احتلتنا إيران. نعم. وهذا كل اللي عاقب هذا البرنامج هو إيران وعزمي ابن عزمي. زين احنا لو ما قصدنا حسين كان بقينا أحسن من الدول، أنا أقول لك. نعم. بس قسمة ما عندنا نفرة ونعمتهم هذول برشيهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سليمة من النجف كانت معنا، شكرا لك. يقول رسالة، السلام عليكم. يقول أخي كنا نعرف بأن الشعب العراقي مظلوم والحكومة تقتل بالشعب، لكن لازم الشعب يضحي من أجل مستقبله، وإذا الحكومة قتلت المتظاهرين فهذا شرف وشهادة وأفضل من الحياة مع الظالمين. ماكو واحد يستطيع يتعاون مع الشعب العراقي. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول في رسالة تحية لقناة الرافدين، فعلا مثل ما تفضل الشخص المتصل، صدام حسين هو اللي دمر العراق، دمر ببناء المستشفيات كما يقول والجامعات والكليات،
والمدارس والمصانع والمعامل والجسور وتعبيد الطرق وجعل هيبة العراق وزرع أكثر من 15 مادة في البطاقة التموينية ووزع أكثر من 15 مادة في البطاقة التموينية. فماذا قدمت الحكومات المتعاقبة من العام 2003 ولغاية الآن؟ وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها حول الصراع على وزارتي الداخلية والدفاع. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.